الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول في آية أخرى: ليس كمثله شيء. ومعنى هذا أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فالله خلق المكان لا يحويه مكان، وخلق الزمان لا يجري عليه زمان. وثم كتاب مشهور بين المسلمين عنوانه الفرق بين الفرق للإمام أبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، يذكر فيه مؤلفه 72 فرقة ضالة اللي وردت في الحديث الشريف، وفي آخر الكتاب يبين فيه صفات الفرقة 73 وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وأورد فيه قول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، بعد أن نقل إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أن الله موجود بلا مكان. ومعنى كان الله أي في الأزل ولا مكان، معناه المكان مازال ما تخلقش، وربي موجود قبل المكان، وهو الآن على ما عليه كان، معناها أي أن الله تعالى لم يتغير بعد خلق المكان. ربي ما يتبدلش وما يتغيرش وما يتحولش وما يتنقلش من حال إلى حال، لأن التحول من صفات المخلوقات. وزيد على هذا اللي يتحول إما يتحول إلى ما هو أحسن أو إلى ما هو أسوأ، والله متصف بصفات الكمال اللائقة به. واللي يتنقل يحتاج لثلاثة أجسام: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وعقيدة المسلمين مش بالوهم ولا هي بالفلسفة، الشرع هو الأصل والعقل السليم يشهد له، لأن العقل عنده اعتبار في الشرع. ولذلك ما نقولوش الله يسكن في السماء أو جالس على العرش. يقول القائل: ما علاش نهزوا يدينا في الدعاء للسماء؟ لأن السماء مهبط الرحمات والبركات. ما هي الملائكة تسكن في السماء، والملائكة من علامات الرحمة. رب يقول في سورة الذريات آية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واللي مد يديه للسماء معناه يستنزل في الرحمة، والله لا يخيب القاصدين بحق. ومن بعد ما يدعي يمسح وجهه بيديه، معناه اليد يرجو أن تكون نزلت عليها رحمات، وهو يمسح بهالرحمات وجهه. ومن العلماء الكبار اللي قالوا إنه السماء قبلة الدعاء الحافظ العراقي في كتابه الأمالي. حاجة أخرى نحب نقول لكم عليها وتبين إنه ربي ما يسكنش السماء، إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه استسقى، أي عمل صلاة الاستسقاء ودعاء، أي طلب المطر وجعل باطن كفيه إلى جهة الأرض، وهذا ثابت. كذلك انهانا إنه نرفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء. والإمام أبو جعفر الطحاوي يقول: تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست معروفة: الفوق وتحت واليمين واليسار والقدام والتالي. واللي يكون في جهة يكون محدود، والمحدود محتاج، والمحتاج ضعيف، والضعيف ما يستحقش أنه نعبدوه، والله غني لا يحتاج إلى شيء. والإمام الطحاوي هذا توفي سنة 322 هجرية، يعني من السلف الصحيح مش من جماعة بوبلوت. وهالكلمة اللي ولينا نسمعوها عند برشا ناس إيش معناها؟ سهل ياسر، تبعني تربح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. معناها أفضل زمن هو القرن الذي كان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأول هجري، ومن بعد القرن الثاني هجري، ومن بعد القرن الثالث هجري. والناس اللي عاشوا في هالفترة هذه نقولوا عليهم السلف، وهما كانوا على عقيدة صحيحة. والأكابر نتاع الأمة كانوا في هالفترة الزمنية هذه، كما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. واللي جاءوا من بعد هالقرون الثلاثة هذه نقولوا عليهم الخلف. هذا هو التعريف المعتمد عند أهل السنة. ومش أي واحد في الألف عام الأولى للهجرة نقول عليه من السلف الصالح، كما ابن تيمية عمره ما كان من السلف، ولا في الفترة الزمنية ولا في الأمور الاعتقادية. وكل من جاء من بعدهم وكان موافقهم في العقيدة نقول عليه سلفي العقيدة. ولكن توا اللي صاير هو أنه بعض الشباب اللي ما تمكنوش في العلم
وتبعوا فرقة دخيلة على مجتمعنا التونسي كما الوهابية، واللي سماوا رواحهم زورا وبهتانا سلفية، يتوهموا أن الله ساكن السماء أو هو جالس على العرش، والعياذ بالله. هذا باطل وضلال مبين، لأنهم يشبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا لا يعذر الجاهل بجهله فيه. والواحد منهم يقرأ كتاب ابن تيمية ولا ابن العثيمين ويجي بعض عليه وهو كعبلاء خطيه في الدين والدنيا، وراو الآيات ما تتعرضش، والأحاديث الصحيحة المعنى متاعها ما يتعرضش زادة. ولكن جيب شكون يفهم من هالجماعة، جماعة الباطل اللي ما يستشهدوا كان بزعماء الوهابية في الدين مثل ابن قيم وابن باز والألباني، وهلما جر منها السلعة التعب. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.